Aizel Ustul studied the operatic singing at the Faculty of Musical Education and began his career singing with the Oriental Ensemble led by the musician Fathi Salama, then the Flamenca and Sahara band before forming his own. He presents songs between rhyme music and Sufi poems in addition to many Saidi folklore songs. He also presented the song El Shara for the Egyptian horror film Khantiola, the soundtrack of the series Beit Shidda, and recently released a clip for his new song Ghagariya. This strong, rich voice that can do opera singing, Sufi chanting, rai, and a diverse range of musical styles. And now allow me to take you to this beautiful performance by the great artist Aizel Ustul. دخلت الكلية ما لقيتش بقى قسم للغناء الشرقي فلقيت قسم للغناء الأوبرالي، عملت تيست لقيت لوني تمام، قلت والله ما يخالف شغال جميل جدا. ففجأة الحمد لله هي كانت المادة الوحيدة اللي بتجيب فيها من 50 من 50 يعني، على إيد الدكتور رامي كامل أستاذي. وبعد الكلية بقى أو مش بعد الكلية أثناء الكلية ابتديت بقى أشتغل بقى في أوتيلات وحاجات ومحتاجات. وأنا في الكلية كنت مع فرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية، لا لسه فتحي سالم ما جاش، وكانت بقياده الدكتور قدر سرور. بعد كده الاستاذ الكبير العلامه فتحي سلامه سمعني في المركز الثقافي الفرنسي، فابتديت اغني معاه لايف وسجلت معاه البوم شرقيات وليمان ياكس، وقعدنا مع بعض لحد تقريبا 2004 كده. بقى فلامينكا من 2006، بعد كده صحرا من 2008، وما زلت مع فلامينكا مع وائل خضر وصحرا ان بتوين. بقى انا بحاول اعمل عز لان انا شبعت فرق يعني شرقيات فلامينكا صحرا، فعايز اعمل بقى عز يعني. في 2010 بالظبط عملت الفرقه بتاعتي انا، وابتديت اجاهد بقى مع الانتاج. الانتاج طبعا بجاهد معاه من قبل، فلقيت الدنيا صعبه خالص. عملت انا مكتب انتاج وعملت مكتب لتنظيم الحفلات، لا عايز بقى لا منتج ولا عايز منظم حفلات، وابتديت اجاهد وبتاع وثوره ومش ثوره، الدنيا تشيلني وتحطني. بقيت مع الاستاذ الكبير عبد الرحمن ابو زهره في 3 عروض في ايطاليا والبحرين وعمان، بمثل نفس الدور بتاعه وبغنيه، هو واخد دور ابن بطوطه وانا واخد نفس الدور بس في شبابه مع اوركسترا كبيره جدا جدا بقياده المايسترو هشام جبر. شويتين بقيت مع ريد كاربت بيعمل فيلم خانتيولو، عملت التتر بتاعه وخدت دور صغير. Thank you.
طبعا خانتيولا فيلم فلسفي جدا جدا، اخراج وسام المدني، انتاج الدكتور حسام المدني واسلام المدني، بطولة استاذ وفاء عامر، استاذ احمد كمال، استاذ محمود البزاوي، علي الشجيري، الاستاذ الكبير نضال الشافعي. الفيلم بيتكلم عن قصه كده، دي الوهم الشيطان بيعمله، فما نفعش، فلقى نفسه متحطم خالص وكانه ما عملش حاجه. فالتتر النهايه دي تنزل الغنوه، كانت كاتباها هناء يوسف، غنوه مرعبه، غنوه حاجه حلوه قوي بصراحه، وكان نفسي ان الناس تسمعها قبل ما الفيلم ينزل يعني، واخد بالك. بعد كده بقى جت بالصدفه لما عملت غنوه الجيش، بعتها للمايسترو الجميل نادر عباسي، فقال عايز اسمعك في حاجات تانية غيرها، فسمعته خانتيولا اللي احنا بنتكلم عنها دي. فجت لي موضوع الكباش، سمعها الاستاذ محمد السعدي، فقال له لا عايزين الراجل ده، وسمعته بنتي زي ما حكيت لك. حاجه نازله من حوالي 4 شهور، ده انتاجي وانتاج المنتج عصام صابر والمنتج وائل ابو النجا، احنا شركه مع بعض واحمد تمام، احنا 4 شهور كنا بنعمل حاجات كوميرشال، لان في سكك تانية انا ماشي فيها مع الدكتور زاهي حواس والمايسترو نادر عباس، ده مشروع تاني خالص للغناء العربي، الغناء المصري القديم، وده واخد مننا وقت، وحاجه هتبقى حاجه يونيك جدا وحاجه ما حدش لعبها خالص، وانا عامل زي دوكيومنت ان انا اول شركه بتنادي بعمل اغاني باللغه المصريه القديمه، مشروع مش مجرد تراك او تراكين، لا ده مشروع ابدي، لان الموضوع ده يستاهل جدا جدا جدا، ومش عايز اقول تفاصيل. بقول للناس وانا على الستيج بقول لهم انا كنت عامل حسابي بعد ما اغني الايمن رع مش هغني تاني في حياتي بصراحه، يعني اغني اوبرا وكلام يعني مصري قديم محدش فاهمه، هيتردم عليا بقى خالص بقى يعني بجمله بقى، يعني سبحان الله بقى يعني عز وجل وارتفع بيقلب الموازين، فراح عامل لي الحاجه بالعكس خالص، وابتدت الناس تحب غنوه مش فاهمينها، فالموضوع بقى من ساعتها بصراحه حبيته، لان الناس كتير بتشير غنوه وبتعمل تراجم من عندها، فقلت ليه؟ طب ما احنا نعمل الغنوة بالترجمة، والترجمة هتتغنى تبقى جزء من الغنوة، يعني هو غناء مصري قديم وبالعربي نفس الترجمة بس مغناة في نفس اللحن، فالناس هتسمع العربي المصري القديم وتسمع الترجمة بتاعته مغناة، واي نوت يعني؟ عايز الأسطول ما حدش برضو يعرف انه مش بس بيغني اوبرا، بيغني راي، بيغني صوفي، بيغني صعيدي، بيغني شرقي، بيغني كل انواع الغنى اللي هي، انا مش هسميها انواع، انا هسميها ان هي المدرسه الشرقي، المدرسه الغنائيه الشرقيه، هي مقام شرقي، هي جنسيته بقى عراقي، جنسيته تركي، جنسيته مصري، جنسيته خليجي، جنسيته جزائري، هو سلم شرقي، وانا من عشاق السلم الشرقي او المقام الشرقي، فممكن يعجبني لحن يعني من صغري يعجبني لحن، بس اللي بيغنيه حد مش مصري، طب واي نوت ان احنا نتعلم، التعليم كويس على فكره، يعني ان انت كمان تبقى مطرب منوع، يعني انا بحترم ده جدا جدا، مثلا فؤاد الكفوري، رامي عياش،
الاستاذ كاظم الساهر، اللي هو فجأة بتلاقيه خد كده الحته في اقليم بعيد عن ومتمكن منه، اقليم تاني غير اللي انت عايشاه ومتمكن منه. انا بحس ان هي لغه موحده بين الناس، وفي نفس الوقت واي نوت ان احنا نتعلم طالما حابين. لكن اتعلم وانا مش حابب يبقى لا، بذاكر حاجه لا، اهم حاجه اكون حابب الموضوع، ربنا صارف لي من الموهبه اللي يأهلني ان انا اعمل كده. بس حضرتك ما شاء الله صوتك عريض واسع، وكمان بتطوعه بالطريقه الشرقيه اللي حضرتك اتكلمت فيها، فالجديد وكمان المدد كانت خطيره. دي غنوه منفوحه، الغنوه ديت اتعمل كلامها ولحنها وتوزيعها وتسجيلها وتصويرها في 8 ساعات مع الاستاذ حسني صالح المخرج، مسلسل الحلم طول الصابرين، استاذ محمد رياض، والاستاذ احمد عبد العزيز، والاستاذ كمال ابو ريا، والاستاذ صلاح عبد الله، ومي كساب. قابلوني مقابله، انا كنت برضو بعتها له قبل ما اروح، فالناس قابلتني اول مره اشوفهم واتعامل معاهم لما سمعوها على واتساب بتاع. فكانت الليله من الليالي اللي ما انساهاش، كان في بيت السحيمي التصوير، ليله مش عارف انساها حقيقي، كانت غنوه بجد بجد منفوحه. والحب يعترض اللذات كمان غنيتها للجيش. احنا ده بروجكت اللي هو خير جنود الارض، مع الاستاذ محمد السعدي. هو سمعتها له ايام الكباش، كان انا كنت بعتها للمايسترو نادر. مايسترو نادر قال لي انا عايز اسمع حاجات تانية، فلما سمع خانت يولا خدني، لكن ما كانش الاستاذ محمد السعدي سمع غنوه الجيش. سمعتها له بقى وانا معاه هناك في الاقصر، قال لي بس دي معانا، فربنا يكرم ان هي غنوه. يعني انا شايف ان كل الاغاني الوطنيه في الكام سنه اغاني مقسوم وبتاع وبنرقص علشان فكره الجيش، لا طبعا، لا الناس ليهم قيمه وقامه، لازم تتعمل لهم حاجه. فلذلك حتى لما جيت اعمل اللحن حاولت اخلي لحن شويه مدي على السنباطي زي كده، لما تيجي تسمعي مصر تتحدث عن نفسها حاجه كده فيها من الشرقيه المصري القديمه، بعدين صوت التراس يقول لك احنا اقدم جيوش الارض ومن فات قديمته. عمل كده ربنا يكرم ويوفقني ربنا ان انا اعمله ويبقى حاجه عملتها في دنيتي كويسه يعني.
شفنا لك البرفورمانس طبعا على المسرح، موضوع تاني مختلف تماما، اللايف اصلا مختلف غير الحاجات المصوره. يمكن ما كانش فيه كتير حاجات مصوره حضرتك عملتها، او يمكن في البروجكتس اللي جايه ممكن قدام شويه يبقى فيه اعمال مصوره. حضرتك كده عملت اعمال مصريه قديمه، شرقي، راي، حاجات مكتوبه خصيصا لجهه معينه او للحب بالظبط، كان مسلسل او كان تتر المسلسل او 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 غجرية كانت ممكن هي أول حاجة قلت عايز بقى يعني بعد إيه من راع حاجة إزاي جدا وضخمة وبتاع، الناس برضو عايزة ترقص، فروحت أعمل غجرية بس لسه إحنا بنشتغل عليها. يعني أنا عملت جسيت بيها كده بقى في إقبال، هنشتغل عليها بقى بجد بقى كماركتينج بقى بجد، يعني هي وباقي الأغاني اللي جاية إن شاء الله. يا ضرب الوادع من تحت حرب الوادع طلعت لي غجرية، طلعت لي غجرية قالت لي شوف يا جدع يا ما قلبك شاف البدع عطشان لغاية، عطشان لغاية مجنون. يا ضرب الوادع من تحت حرب الوادع طلعت لي غجرية، طلعت لي غجرية قالت لي شوف يا جدع يا ما قلبك شاف البدع عطشان لغاية، غجرية الغجرية غجرية وقلبي مالوش دية، قلبي مالوش دية غجرية 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 والوصف جنية، والوصف جنية. موضوع الصعيدي انا باخد حاجات كلام صعيدي موجود قديم، ولكن من المشاريع اللي برضو بعملها لان انا ما عنديش حاجه بعملها غير الغنى، يعني ذاتس واي عملت الشركه بتاعتي، عايز الاسطول انتاج ثقافي وتنظيم حفلات. فالايام اللي جايه هعمل سكه كده اسمها مش عايز اقولها والنبي عشان الاصل الاكسبريشن ده ممكن يتنحت، حاجه بتعتمد كده على طريقه طبل معين او ايقاعات معينه هي كلها جوانا وليها روتس قويه جدا جدا. وابتدت هناء يوسف تكتب لي حاجه اسمها صبر الروح يا شاب فاء القدره، انا الدرويش وعيونك الحضره جودي عليا يا اللي الريحان عودك ارقيني ده انا قلبي محسودك مجنون عيونك القادره، انا درويشك وعشقي مجنون غيور افتح اقفال شيشك وزيد النضور زيد المحبه وطوف المقام علشان اوهب لك روحي وكلك بخور ادخل جوه اسمك وجوه دمك في كل خانه واتكتب في بطاقتك زي فصلتك والديانه ابقى يعني الى اخره. انا مش عايز احرق الغنوان Thank you.
بحاول يعني انا بحاول اعمل حاجه بجد على قد ما بقدر، لان لو هدفي هدف ان الناس ترقص عادي بنشغل طبله لوحدها من غير مغني والناس بترقص، فاهماني؟ فلكن انا عايز اعمل حاجه بجد عشان حاسبني ربنا ان الشغلانه دي انا اشتغلتها بجد ولا لا. في المتحف الكبير. والله بصي انا ما عنديش اي علم، انا حتى سالت المايسترو نادر قال لي هو كمان ما عندوش علم، انا مش عارف يعني علشان ما اقولش حاجه. يا والله كم اتمنى ان يكون ليا دور في الايفنت العالمي الكبير دوت، بس ده شيء انا لسه ما اعرفش عنه حاجة.